السوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا، اليوم رح نحكي عن مبادرة مستمدة من الفشل. أي إخواتي، الفشل ما في إنسان بحياته ما تعرض للفشل، والنجاح الحقيقي هو إنه الواحد يعرف كيف يستفيد من محاولاته ويتعلم منها ويحولها لنجاح. اليوم رح نحكي عن مبادرة إعلامية وفنية اسمها فشل، أو بالأحرى بلشت بهذا الاسم بعدين تحولت لزنزاني. مجلة زنزاني هي مجلة كوميكس، والكوميكس هو فن تصويري بيتكون من عدة صور بتحكي أحداث متتابعة بتشكل قصة، وبيتضمن بقلبها نص لكلام بين الشخصيات، فينا نسميه يعني قصة مصورة. فريق عمل مجلة فشل أو زنزاني قرر أنه يحط مهاراته الفنية بخدمة المجتمع رغم كل العواقب والضغوطات والظروف القاسية، وبنفس الوقت الفريق ما عم يدعي أبداً أو يطمح لمجتمع أفلاطوني، كل اللي عم يسعى له هو تغيير الواقع الراهن من خلال هذا الفن. فشل أو زنزاني هي أول مجلة كوميكس سورية سياسية اجتماعية ناقدة نص شهرية، بتصدر باللغتين العربية والتركية، وبتتألف المجلة من 4 أبواب ثابتة. أول باب هو الباب الإخباري، بتقدم فيه الأخبار كرسوم كوميكس أقرب للسخرية وبشكل متخيل، بتسلط الضوء على أحداث صارت مؤخراً. الباب الثاني ليش هيك، وهو عبارة عن مسلسل بحلقات نصف شهرية بتحكي أحداث صارت مع كتير من السوريين، وهي واقعية حقيقية تم استخدامها بعد صياغتها بسيناريو ساخر لحتى يسلط الضوء على أمور كتيرة صارت خلال الثورة. الباب الثالث هو الباب التربوي، وبتنطرح فيه قصص واقعية أو من نسج الخيال بتحوي مواقف وسلبيات وأمراض اجتماعية، وبتسلط الضوء على كتير من المواضيع اللي بتصير بالمجتمع السوري. الباب التربوي هو الباب الرابع، بيسلط الضوء على سلبيات وأخطاء بنرتكبها بحق الأطفال، بتنطرح بهالباب من خلال قصص واقعية أو صور من بعض المواقف بحياتنا، وبينتهي الباب بمقالة أو بحث عن التربية وأساليبهم والممارسات السلبية من الأهل والمجتمع بحق الأطفال. حتى غلاف المجلة توظف ضمن نفس الإطار النقدي الساخر. الغلاف الأخير هو لوجه كاريكاتوري سياسي، الغلاف الأول هو لوحة لبعض المناطق المدمرة بسوريا بتقنية جرافيكس حبر صيني، وهيك بتتكامل المجلة لتقدم صورة كاملة بتنتقد المجتمع بأسلوب ساخر غالباً لتغير من خلال الظواهر السلبية وتأصل الظواهر الإيجابية. تأسست مجلة فشل بتاريخ 15/6/2014 بتركيا بجهود سورية فردية بدون أي تمويل من أي جهة، لتكون حرة وتسلط الضوء على وجع ومشاكل السوريين، لتحاول حلها والوصول لمجتمع أفضل عم يسعوا له السوريين للسوريين. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.